طبعا هدول اجت امهم وهي حامل في الشهر الثامن، واجت نهان. انا كنت في خانونس طبعا، اجينا من قبل واخذتها في نفس اليوم، ولدت قيصري نفس اليوم انولدوا الاطفال، واجينا هنا على الخيم. يعني لا ميه مغليه، كله على النار بغلي لهم اياه، لا غطى منيح لهم. المصاصة شوفي كيف، يعني المفروض هذه المصاصة تنغلي أول بأول، على الأقلية كل يومين ثلاثة ما بتنغليش. الحليب مش متوفر لهم، كله علبة شكل. يعني إحنا بدنا بس إنه للأطفال حليب إشي يستفيدوا منه، هاي اللي بدنا إياه، بدناش أكتر من هيك. وإجينا هان كان عمره ممكن 15 يوم. هان